عايزين هادف أقامة الأرض اللي بالصحرة، عايزين هادف أقامة الأرض اللي بالصحرة، ونقدمها لمصر دي حاجة جميلة ومعتبرة. صباح الخير على اخواننا الفلاحين والمزارعين، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة جمع البرتقال الصيفي، وهو من المحاصيل التصديرية الهامة جدا، وبعد ان فتحت وزارة الزراعة اسواق جديدة في الولايات المتحدة الامريكية والصين ودول شرق اسيا، تعالوا مع بعض ناخد المعلومة الفنية النهاردة في جمع البرتقال الصيفي وخدمة المحصول اثناء الجمع. صباح عليك حاج محمد عبد المعطي ابو زيد، ونقول لك صباح الخير. صباح الفل، صباح النور يا باشا. الحقيقه عاوزين نعرف منك النهارده، دلوقتي احنا في مرحله الجمع، جمع البرتقال الصيفي، وعندنا ازهار بتاعه العام القادم ان شاء الله، المحصول العام القادم. عاوزين نعرف من حضرتك الاول خدمه المحصول اثناء الجمع، يعني نخلي بالنا من ايه دلوقتي واحنا عندنا 2 محصول على الشجره. هو حضرتك اهم حاجه دلوقتي الفتره دي فتره حساسه، لانك انت بتشيل محصول قاعد طول السنه وبتحافظ على محصول جديد، فاهم حاجه دلوقتي ان احنا لما نيجي ناخد المحصول الجديد ناخده عن طريق المقصات وما نهزش الشجره ونحافظ عليها، حتى لما نيجي نقلم برضو يبقى التقليم خفيف جدا في الفتره دي. احنا ممكن نقلم فترتين في السنه، نقلم في الفتره دي تقليم خفيف، والفتره الشديده يعني بعد ما ننتهي المحصول، يعني بعد جمع المحصول. بعد جمع المحصول، واللي ممكن التقليم التقيل يبقى بعد النقطه. طيب يعني قبل ما نخش في قصه التقليم، دلوقتي عشان انا احافظ على المحصول الجديد واطلع مواصفات جيده للثمره اللي موجوده، يا ترى دلوقتي اولا احنا بنروي كل قد ايه؟ احنا حضرتك هنا عشان احنا في الدلتا القديمه هنا بنروي تقريبا كل 15 يوم، وعلى حسب برضو الطقس والحاله الجويه للطقس، ان كان حر او بارد بيبقى الوضع كده يعني. طيب بالنسبه بقى للتسميد، بتهتم ايه بعناصر التسميد في التوقيت ده من السنه؟ في الفتره دي حضرتك اهم حاجه البوتاسيوم، لان البوتاسيوم مهم بالذات للي جاي، مهم للاثنين، اللي ده بيديله تركيز سكري كويس، وبالنسبه للي جاي بيديله قوه في في في, في عمليه العقد بالنسبه لل للمحصول للزهر اللي جاي. طيب طبعا احنا عارفين البوتاسيوم ان هو بيحسن مواصفات الثمره، بيرفع نسبه السكر، وبيديني جوده كويسه، وخاصه ان احنا بنصدر، مش كده ولا ايه؟ فيبقى احنا بنرفع البوتاسيوم بكميات كبيره جدا في هذا في الفتره. بعد كده حضرتك بنجيب بقى نترات الكالسيوم، مهمه مع كل رية، حتى رية ورية بندي نسبة من نترات الكالسيوم، لأن نترات الكالسيوم بتساعد على عملية العقد للزهر. يعني بتقوي جدر الخلايا، وبتحسن أيضا مواصفات الثمرة، بتقوي الثمرة. بالذات في الأول بتطلع ثمرة قوية من الأول. طيب أنا عاوز بقى أقول لك على حاجة، إيه اللي بيخوفك دلوقتي وخاصة إن إحنا بنصدر للخارج ومش عاوزين يبقى فيه أمراض موجودة في الثمرة؟ هو حضرتك المشكلة دلوقتي اللي بتواجه دلوقتي ذبابة الفاكهة. ذبابة الفاكهة هو الميزة دلوقتي ان الحمد لله ذبابة الفاكهة بتنشط في حال ما يكون الجو حر قوي، فكمني الجو برضو ما جابش حر، دي كان نعمة من عند ربنا لنا شوية ان ما تكلفناش كتير. بس احنا في فترة بالنسبة لذبابة الفاكهة دلوقتي بنحط المصايد وبنحط الجاذب الجنسي، وبنحاول نبعد شوية، حتى ما بنيجي نرش الجاذب الجنسي بنرشه في الجزع، عشان لازم تبعد الجاذب الجنسي مع مبيد على جزع السمك، مبيد على جزع الثغرة، تحط الجاذب الجنسي ومعاه المبيد بحيث ان هو يموت بس على الجزع، ما نرشش خالص عشان ما تجيش حاجة ناحية الثمرة. وطبعا انت عارف انه مش عاوزين يبقى فيه نسبه متبقيات من المبيدات داخل الثمره، عشان كده بنمنع الرش المباشر. طبعا، لان حضرتك دلوقتي احنا دلوقتي عايزين نفتح اسواق جديده، وابتدت تتفتح في الصين وتتفتح في حاجات تانية، كنا دلوقتي مقتصرين على دول الخليج، مقتصرين على روسيا، دلوقتي يعني الحمد لله بنفتح اسواق جديده، وبعدين عشان تغزو اوروبا وتنافس المصدرين التانيين، فلابد ان يكون عندك جوده كويسه جدا، لان هم حساسين في حته المبيدات دي. بالنسبه للحقيقه وزاره الزراعه ضبطت عمليات الجوده من ناحيه الحجر الزراعي،
والتدقيق في المعايير الدولية بحيث ان احنا نزود صادراتنا، وقد بدأنا بالفعل ان نزيد صادراتنا. وزارة الزراعة تزيد الصادرات ليه؟ دلوقتي من الميزة دلوقتي ان الحمد لله صادرات الموالح بقى هي اكبر صادرات تبع وزارة الزراعة، اكبر صادرات زراعية دلوقتي هي الموالح، واحنا عايزين نكتر منها ونحسن جودة المحصول، المنتج نفسه يتحسن، سواء بالجينات الوراثية، سواء بطريقة الخدمة، سواء بحاجات كتير. يعني حاج محمد، في عجالة وفي النهاية واحنا بنختم حلقتنا، نصيحة منك للإخوة المزارعين في هذا التوقيت من العام، تقول لهم يخلوا بالهم من ايه؟ اقول لهم خلوا بالكم من ذبابة الفاكهة، لان انت ممكن تضيع محصولك باهمال شوية بالنسبة لذبابة الفاكهة، محصول طول السنة يضيع. الحاجة التانية، حافظ برضو على انك وانت بتجني المحصول ما تبهدلش المحصول الجاي، عشان المحصول اللي جاي ده لا تحاول تهز شجره ولا مؤاخذه وانت بتقلم تبهدلها ولا تعمل حاجه، تحافظ عليها. وبالنسبه للتسميد تحط لها سواء نترات الكالسيوم او البوتاسيوم. انا بنشكرك يا حاج محمد، وبنبارك لك على المحصول، وان شاء الله نبارك لك على المحصول العام القادم كمان. نقول لك كل سنه وانت طيب، تصبح عليك، اقول لك صباح الخير. الله يصبحك بالخير. صباح الخير. وزي ما سمعنا هذه المعلومات في خدمة محصول البرتقال الصيفي أثناء الجمع والاهتمام بالشجرة لأخذ محصول مهم جدا العام القادم، هنتابع إن شاء الله مع بعض معلومة أخرى في قطاع الزراعة. We're gonna make it.